السلام عليكم أعزائي الطلبة، اليوم بدنا نحكي في محاضرة كتير كتير مهمة، عشان هيك قسمتها لنصين لأنه راح يكون فيها حكي كتير وشرح كتير. اللي هي الأكيوت كورونري سيندروم، أو اللي هو مسمى القديم كورونر أرتري ديزيز، بس صحي يعني علميا أكثر الأصل نحكي. هلا بداية الأكيوت كورونري سيندروم يا جماعة بدنا نميز إنه هو عبارة عن سيندروم، يعني إنه المريض ممكن يعني يجي في مجموعة من الأعراض. هاي الأعراض ليتر اون بده يبين معنا هل هو انجينا ولا ام اي. هلا المشكله اللي راح تشوفه بالمستشفيات كثير من المرضى اول ما بدخل على الطوارئ باي مريض بيدخل تشيست بين، بحطوا التشخيص اكيوت كورونري سيندروم وبطلعوه على الاي سي او السي سي يو بهذا الدياجنوسيس، وهذا الشيء غلط. اكيوت كورونري سيندروم هو مجموعه من الامراض او مجموعه من الاعراض بتصير عند المريض. هلا مع الفحوصات مع يعني المور انفستيجيشنز اللي بتنعمل للمريض لازم يتحدد شو هو، هل هو انجينا ام ام اي. فبدايه الاكيوت كورونري سيندروم بيعتمد على البريزنتيشن اللي بيجي فيها المريض، يعني المانيفستيشن بيجي فيها المريض، بالاضافه على الاي سي جي، بالاضافه للكارديك انزايم او فحوصات المخبريه. خلينا نقول هلا بالنسبه للاي سي جي هو اللي بيحدد لنا اذا المريض ام اي ولا انجينا. كيف؟ اذا الاجا على الاي سي جي اس تي اليفيشن فهو اس تي اليفيشن ام اي، اذا ما في اس تي اليفيشن فهو احتمال يكون نون اس تي اليفيشن ام اي او انستابل انجينا، وبناء عليه الاس تي اليفيشن ام اي ممكن تتحول لكيو ويف ليتر اون ونسميها كيو ويف ام اي، ونون اس تي اليفيشن بالعاده بتتحول لنون كيو ويف، يعني اذا عاده المريض اللي بيجي باس تي اليفيشن بصير عنده كيو ويف، اللي النون استي اليفيشن ما بصير عندهم كيو ويف. لكن في حالات قليله ممكن الاستي اليفيشن ما يتكون عندهم كيو ويف والنون استي اليفيشن ممكن يتكون عندهم كيو ويف، لكن الاساس اللي بيكون استي اليفيشن بصير عندهم كيو ويف بعد 3 ايام، والنون استي اليفيشن ممكن ما يصير عندهم كيو ويف. خلينا هلا نبلش في البدايات. كورونر ارتري ديزيز او الاثيروسكليروسيس اللي هو اساس هاي الامراض كلياتها، وهو من اكثر يعني الموست كومن ديزيز اوف كارديوفاسكولار ديزيزز. يعني احنا حكينا عن بعض الكارديوفاسكولار ديزيزز مثل حكينا هارت فيلير، حكينا كارديوميوباثي، حكينا البيريكارديتس والمايوكارديتس وكل الانفلاماتوري هارت ديزيز، حكينا عن الفالفولار ديزيز، كلها هاي كارديوفاسكولار ديزيز. لكن واحد من اهمها واكثرها شيوعا وهو السبب الاول للوفاه في الاردن هو الكورونر ارتري ديزيز او الاكوت كورونري سيندروم ناتج عن الاثيروسكليروسيس. هلا الاثيروسكليروسيس اكيد انتم عارفين شو يعني، اللي هي تصلب شرايين راح تقولوا لي. هلا بس شو يعني تصلب شرايين؟ اللي بدي اياكم تعرفوا الاثيروسكليروسيس هي كونتينيوس بروسيس، يعني ما بتصير في يوم وليله. تعرفوا انه الاثيروسكليروسيس ببلش من عمر السنتين في عمر الانسان، على عمر السنتين ببلش يتراكم عنا الليبيد والفات الموجود في الطعام اللي عم ناخده، وبلش يتراكم على جدار داخلي للارتريز. هلا مع الوقت حسب اللايف ستايل تبعت هذا الشخص، اذا ضل ياكل اكل دهني كتير وما في رياضه، ما عم بيحرق هذا الدهن اللي عم ياكله، ببلش يتجمع هاي الفات. والمشكلة والأدهى والأمر من ذلك إنه هذا الأرتري اللي بيكون فيه أثيروسكليروسيس أي إنجري بيصير فيه تتراكم الريد بلد سيلز وبتهجم البلاتلس وبهجم الفايبرز على هذاك الإنجري وبيعملوا كلوت في هذيك المكان. مع الأثيروسكليروسيس الموجود بيعملوا قط في البلد سبلاي أو ريديوس في البلد سبلاي للأورجان اللي حصل فيه أثيروسكليروسيس. طبعا نقطة مهمة لازم تعرفوه، الأثيروسكليروسيس ليس حكرا على الكورونري أرتري. الاثيروسكليروسيس قد يحدث في اي ارتري في الجسم، بالسيربرال ارتريز، بالبريفرال ارتريز، بالرينال ارتري، بالهيباتيك ارتري، اي ارتري موجود في الجسم ممكن يتراكم فيه او يحدث فيه الاثيروسكليروسيس وبالتالي يقلل من البلد في المنطقه. هلا بالنسبه للكورونر ارتري اذا صار فيه اثيروسكليروسيس وقل صار فيه انا ديكريز في البلد سبلاي للهارت، بصير عندنا شيء اسمه هارت اسكيميا اللي هي نقص ترويه بالعربي يسموها. هاي بتيجي عن المريض باعراض بنسميها تشيست بين، يعني بيجيك المريض بوجع بصدره مع شورتنس فور بريث، مع فوميتنج، مع ماليز، مع فتيك، مع نوزيا الى اخره. الاسكيميا دائما بتبلش او بتبين عنا على الاي سي جي بثلاث اشكال، اما باستي ديبريشن
او تي انفيرجن او فلات تي ويف، واحيانا وليس يعني لونها نادره بايفيزيك تي ويف. هلا راح اورجيك اياها في السلايد الثاني على الباوربوينت. من الاعراض الثانيه اللي بيجي فيها بالهارت اسكيميا انه بصير عندنا هاي ليفل اوف كارديك انزايم، تلاقي السي كي ام بي عالي، تروبينين بوزيتيف الى اخره، الجلوبين بصير عندهم عالي، السي رياكتيف بروتين بصير عندهم عالي. بالاضافه بيجونا بارثمياز، اما اتريال ارثمياز او فنتريكولار ارثمياز، واذا المريض ما تعالج بسرعه ممكن هلا هذا الاي سي جي اللي بوضح انواع الاسكيميا اللي ممكن تحدث للمريض. لاحظوا اول بيت اللي هي نورمال بيت، نورمال ساينس ريتم للمريض. الثانيه لاحظوا اللي هي بيك تي ويف او التول تي ويف، هاي اول اعراض الانفاركشن الانجري، اول علامات المايكادر انفاركشن هي التول تي ويف او بسموها بيكت تي ويف، اللي هي بتكون التي زي ما انتم شايفين ممطوطه كثير تقريبا نفس طول الار ويف جاي. هلا العلامات الاسكيميا اللي حكينا عنها انه استي ديبريشن، يعني بتلاقي انه الاستي سيجمنت لتحت تحت الايزو الكتريك لاين، او بتلاقي التي ويف انفيرتد كلياتها، او بتلاقيها فلات، وهي كثير الطلاب بخربطوا فيها انه بفكر انه التي اذا فلات معناته لسه ما بلش الاسكيميا. لا، الاصل في التي ويف انها تكون ابورد زي اللي هي اول بيتس، اذا شفتها فلات معناته هاي بلش عنده اسكيميا، يعني هاي ليتر اون الفلات راح تقلب لانفيرجن. او ممكن يصير قلت لكم في حالات نادره يصير بايفيزيك، بايفيزيك يعني بتلاقيها التي اولها لفوق اللي هي زي رقم ثلاثة او ثالث بيت، اذا طلعتوا عليها في عندك التي ويف جاي لفوق بعدين نازله لتحت بعدين مكمل البيت، فهذه بنسميها بايفيزيك يعني جاي تنتين تحت. هلا اهم الريسك فاكتور للكيوت كورونر سيندروم هم في عندنا نوعين، موديفايبل نون موديفايبل. تذكروا هاي حكيتها في المحاضره الاولى في الكاردييك اناتومي، في عوامل بقدر اتحكم فيها وفي عوامل ما بنقدر نتحكم فيها. اذا متذكرين ريفيجن هيك على السريع، النون موديفايبل ما بقدر اللي هي مثل الكبر في العمر، الميل، المونوبوز فيميل، الافريكان، هذول بيكون اللي عندهم فاميلي هيستوري بوزيتيف هذول بيكونوا اكثر. الموديفايبل اللي هم داء السكري، الكوليسترول العالي، عدم قله الحركه، الهايبرتنشن، نقص الدم في الجسم الى اخره. اول شيء بدنا نحكي عنه هاو تو بريفنت اكيوت كورونا سيندروم، يعني انت درهم وقايه خير من قنطار علاج. انت من الاساس امنع تكون الاكيوت كورونا سيندروم عند الناس خاصه اللي عندهم هاي الريسك فاكتور بعدد كبير، اهم واحسن من انه يصير عنده وابلش فيه كيف اعالجه. هلا كيف البريفنشن؟ اول شيء بدنا نشتغل عليه هو الكوليسترول، وهي نقطه مهمه لكم انتم للفئه ماركو من سن 20 فما فوق، لازم الواحد كل 5 سنين يا جماعة يشكيك على الليبيد بروفايل، يعني لازم حتى ما حدا يقول لي والله أنا وزني قليل، أنا رفيع، أنا ما فيش عنا هيسترو في العيلة. كل واحد فوق 20 سنة لازم يعمل ليبيد بروفايل وكل 5 سنين يعيده. متذكرين الليبيد بروفايل قلت لكم لازم يكون واحد صايم فيه 12 ساعة وفيه بيطلع لك الكوليسترول والترايجلسرايد والاتش دي ال والال دي ال. وتذكروا حكيت لكم ال دي ال هو اللي بنسميه الكوليسترول الخبيث، وال اتش دي ال هو الكوليسترول الحميد، وقلنا كل ما ارتفع ال اتش دي ال كل ما كان احسن، وكل ما قل ال دي ال كل ما كان احسن. حتى كثير في من الادويه اللي بنعطيها للمرضى، في ادويه بتشتغل على ال دي ال، في ادويه بتشتغل على الكوليسترول، في ادويه بتشتغل على ال اتش دي ال، وفي ادويه بتشتغل على الترايجلسرايد. فبدك تنتبه انه الادويه الليبت مختلفة، كل واحدة فيهم تشتغل على نوع معين، فانت حسب الارتفاع اللي عندك يفضل تاخذ الدواء المناسب له. مثلا اعطيكم معلومة، مثلا زيت الزيتون، سبحان الله، لانه تعرفوا انتم الزيتون ورد ذكره في القرآن الكريم، فواحدة من العجائب من زيت الزيتون لقوها انه بيرفع ال HDL، بيرفع الكوليسترول الحميد اللي احنا بدنا اياه يرتفع فوق يعني فوق ال 40 هو النورمال، بس يفضل يوصل لل 60. هلا الشغله الثانيه بدنا ناكد عليها اللي هي الدايت، ابعدوا عن الاكل الدهني، كتروا من الفواكه والخضره والبقوليات، وابعدوا عن اللحوم الدهنيه خلينا نسميها او اللي هو الاكل اللي فيه زيوت مهدرجه، هاي كلها بترفع الكوليسترول والتريجليسرايد. ابعدوا عن الشوكولاتات شويه، يعني ما تضل كل يوم تاكل شوكولاته بكميات هائله. الفيزيكال اكتيفيتي مهمه بالنسبه للرياضه، لما تقول عن حالك بدك تلعب رياضه يعني 3 أيام لـ4 أيام بالأسبوع
كل يوم في هذا اللي بتلعب فيه رياضة مش أقل من نص ساعة، مش تروح تلعب لي 5 دقايق وتقول لي هاي أنا لعبت رياضة، ما بزبط. مينيمم ها مينيمم 30 دقيقة ويوم. الميديكيشن ممكن نستعملها للمرضى اللي بيعملوا ليبيد بروفايل بنلاقي عندهم الكوليسترول عالي. التدخين، هلا التدخين يا جماعة مصيبة. ليش مصيبة؟ في يعني خلينا نحكي عن مستوى الهارت بس لحاله، في 3 سايد افكت او كومبليكيشن بيعملها التدخين. اول شغله بيعملنا اياها الدخان، انه بيزيد نسبه مش ثاني اكسيد الكربون لسه، اول اكسيد الكربون. وبتعرفوا متذكرين في الادلت 1 اخذنا انه الهيموجلوبين عنده عشق وافينيتي للسي او اكثر مليون بالمره من الاكسجين، فمجرد ما يحس انه في بالجسم في البلد سي او او سي او 2 بدشر الاكسجين وببلش وبمسك في هذا السي او او سي او 2، فهذا بيؤدي الى انه عم بقل الاكسجين سبلاي الواصل للهارت اللي هي العضله الاهم اللي بتضخ الكارديك اوتبوت. فمشان هي اول مشكله بيعمل لي الدخان. الشغله الثانيه بيعمل لي الدخان اللي هو ماده النيكوتينيك اسيد الموجوده فيه، تعمل تريجر للسيمباثيتك نيرفس سيستم، فبيصير عندنا افراز للادرينالين والنور ادرينالين اللي هم الكاتيكولامينز. وكلنا بنعرف الادرينالين والنور ادرينالين ايش بيعملوا، بيرفعوا الهارت ريت، بيرفعوا البلاد بريشر، يعني بمعنى اخر انت عم بتزيد اللود على الهارت، عم تعمل فيزو كونستراكشن، فعم بقل البرفيوجن وبيزيد اللود على الهارت. الشغله الثالثه بيعملها الدخان انه بيزيد من البليتلت ادهيجنز، يعني بيعمل بيخلي البليتلت تلتصق مع بعضها وبالتالي تكون لك ثرومبس. طبعا هاي ما بتصير بيوم وليله ولا شهر ولا شهرين ولا سنه وسنتين، اما تراكم السنين مع كميه الدخان طبعا بتلعب دور ونوع الدخان بيلعب دور، بتزيد احتماليه فرصه ان هاي البليتلت ادهيجن تعمل لك بالنهايه ثرومبس وبالتالي تعمل لك ام اي لهذا البيشنت. من الشغله الثالثه لازم نعملها از بريفنشن اللي هي كنترول البلد بريشر وكنترول البلد شوجر، خصوصا عند مرضى اللي كونفيرمد انه عندهم هايبرتنشن او كونفيرمد انه عندهم دي ام. كل ما حافظنا على الضغط وذا النورمال وحافظنا على البلد شوجر وذا النورمال، قلت نسبه انه يصير في عندنا ثرومبوسيس في الجسم، بتقل نسبه البليتلت اجريجيشن او تكون الثرومبس في هذا الجسم، او انه يصير في عندنا انجري في هذا الفيزلز. هلا حكينا الاكيوت كورونري سيندروم، اما المريض بيجينا بتشيست بين، فلازم احدد هل هو انجينا او ام اي. فخلينا نبلش في الانجينا. هلا الانجينا نفسها اللي هي الذبحه الصدريه برضو انواع. لو جينا تعريف لكلمه انجينا باللاتيني هي معناها تشيست بين، يعني اي حد بيسالك شو يعني انجينا، تشيست بين وجع بالصدر. اوكي هلا شو سبب الانجينا الرئيسي؟ انه ديكريز في البلاد بريفيوجن للكورونري ارتري، ما في بلاد سبلاي كفايه، مش انه مقطوع بالمره، لا انه قل البلاد سبلاي، يعني بمعنى اخر ما في سبلاي كتير وفي ديماند، يعني انا الهارت عم بيطلب اكسجين وما عم بوصل له اكسجين كفايه اللي عم بيطلبه. فهدول عشان هيك بتلاحظوا هدول المرضى امتى ببلش هاي الاوجاع والذبحات الصدريه؟ لما يقوم بمجهود عضلي، يعني تلاقيه لما بيمشي مسافه او ياكل اكل دسم كتير بزيد ساعتها الديماند، بصير بده اكسجين اكثر، وهون بكون من الاساس عنده الاثيروسكلوروسيس، فبزيد الديماند فبتظهر بين عندهم. هلا العوامل بلشت هيني احكي فيها اللي بتاثر بتعملنا انجينا بين، اللي هي الفيزيكال اكزيرشن اللي بيبذلوا مجهود كبير، لانه اصلا عضله القلب بتكون يا دوب مسلكه حالها، فلما يبذل مجهود عضلي كبير بيزيد بتزيد الديماند للاكسجين وهو ما عنده كفايه. الاكل الدهني اللي واحد باكل اكل دسمه منسب مسخن مثلا كبسه بروستد، هاي الاكل اللي بتكون مشبع بالزيوت يا جماعه هاي مصيبه، لانها هاي يعني على طول بترفع نسبة الكوليسترول في الجسم بشكل مش طبيعي، بتعمل زيادة في الاثيروسكلروسيس. سبب ثالث، وهذا لو انكم داومين بمستشفى بجوز كان لاحظتوه، هاي الفترة هلأ بلش البرد وبلش فصل الشتاء عنا وإلى آخره، البرد بيزيد احتمالية الأنجينا. ليش؟ لأنه البرد بيعمل فيز كونستريكشن، فبيقلل من البلد سبلاي، وهو اصلا بيكون البلد فيزلز عنده كلها اثيروسكلروز اصلا، يعني ما عم بتوصل الكفايه، فلما يصير لها فيزو كونستركشن بزياده من البرد بده يقل البلد فلو بزياده ويقل السبلاي بزياده، فطبعا بده يجي بانجينا بين. الستريس، كثير من الناس بقول لك والله اجته ذبحه صدريه بعد زعله، زعل على خبر سمعه ودخل المستشفى، صح؟ ليش؟ لانه الستريس بيعمل افراز للادرينالين، والادرينالين بيزيد الهارت ريت، بيزيد البلود بريشر، بيعمل فيزو كونستريكشن، بيزيد الورك لود على الهارت، فطبعا بده يجي بانجينا. هاي التيبكال،
هلا في انواع من الانجينا اتيبيكال، يعني ممكن المريض ات ريست ويجي بانواع الانجينا هي في هذا السلايد. الانجينا انواع، في مستقره وفي غير مستقره، وفي منها بيجي بسبب سبازم في الارتري، في الكورونا ارتري، مش بسبب اثيروسكلروسيس. خلينا نجيهم واحده واحده. هلا الستيبل انجينا من اسمها مستقره، بمعنى انه المريض لما يبذل مجهود بيجي وجع في صدره، وبمجرد ما يرتاح ويقعد بيروح هذا الوجع، فهي بنسميها ستيبل انجينا. الان ستيبل من اسمها ان ستيبل، يعني حتى وهو قاعد بصير يجي هذا الجسبين، مرات بنسميها حتى بري انفاركشن، يعني بمعنى يعني الان ستيبل انجينا على فكره بري سيريس، اذا ما اخذناها ب سيريسلي وبلشنا في التريتمنت للمريض ممكن تتحول الان ستيبل انجينا لانفاركشن، لمايكارد انفاركشن. عشان هيك مهم جدا الان ستيبل انجينا المريض هذا يدخل سي سي يو. هلا النوع اللي بدي اللي بنميزه اللي هو البرينزيميتال، او مرات بسموه الفاريانت. هذا البرينزيميتال انجينا الالم بيجي زيه زي كل انواع الانجينا، تشي سيفير تشي سبين. هلا حتى في الراحه بيكون موجود، لكن بيجي حتى في السي اليفيشن، بس تتفاجأ، وهذا كثير من المرضى يعني عندنا يعني كانوا جننونا في هذا الموضوع، يدخل مريض بي سيفير تشيست بين، نعمل له اي سي جي اس تي اليفيشن، فطبعا مجرد ما نشوف الاس تي اليفيشن بطل اسمه ان ستيبل انجينا، معناته صار هذا المريض ام اي. بلش انت بتريتمنت للمريض لسه يا دوب ما بيلحقش ياخذ شيء، بتلاقيها الاي سي جي رجع للنورمال، بعد فتره ساعتين ثلاثه رجع اس تي اليفيشن، رجع بعد فتره. فهذول اللي بيكون هيك ريفرسبل الاس تي اليفيشن بسرعه والالم بروح وبيجي عندهم، هذول بنسميهم برينزيميتال انجينا، هذول ما بيكون سببهم اثيروسكلروسيس، هذول بيكونوا فازو سبازم، يعني الارتري كورونا ارتري عندهم بيكون عم بتقلص وبعدين برجع لوضعه طبيعي، برجع بتقلص برجع لوضعه طبيعي. حتى هذول النوع بالذات ما بنعطيهم نايتريت، ما بنعطيهم نيتروجليسرين، بنعطيهم كالسيوم كانال بلاكر. هذول لو عملت لهم كاث حيطلع نورمال كاث، ما رح يطلع عندهم اي كولوجن في اي ارتري، لان المشكله مش اثيروسكلروسيس عندهم، مشكلتهم انه بصير في زي سايكولوجيكالي انه بصير سبازم في الارتري فبتضيق فبصير تشيسبين، يرجع للارتري يفتح مره ثانيه فبرجع لوضعه الطبيعي. فهذول بالعاده زي ما قلت لكم نعطيهم كالسيوم كانال بلاكر مثل الدلزم والايزوبتين. هلا فينا نوع من الاسكيميا بنسميه سايلنت اسكيميا، اللي هو المريض بتبلش عنده الاس تي ديبريشن او التي انفيرجن على الاي سي جي، بس تيجي تسال المريض بقول لك ما في وجع، ما في اي اعراض من الاعراض الانجينا عنده. هذول بنسميهم سايلنت اسكيميا. مين هم هذول المرضى؟ مثل مرضى الدي ام دايابيتك، لانه بيكون عندهم نيوروباثي، يعني عندهم اعتلال عصبي، النيورو ريسبتورز الموجوده في الجلد ما بتكون سنسيتيف للبين فما بحسوا في الالم. في عند الفيميل اكثر من الميل، ممكن تيجي الفيميل على فكره بسايلنت اسكيميا او باك بين او ابيجاستريك بين مش تشست بين، وهي شغله لازم تنتبهوا لها. كثير من الحالات دائما في كل فصل بحكي للطلاب قصه المريضه اللي شفناها في احد المستشفيات الحكوميه اللي ابنها جابها على الطوارئ وكانت تشكي من ابيجاستريك بين، فراحوا اعطوها دواء للمعده امبرازول وقال له خلص روح امك ما فيها شيء، روحها فيش ساعتين زي ما رد رجعها انه الابيجاستريك بين رجع وفوميتينج، ردوا اعطوها امبرازول ردوا روحوها على باب الطوارئ ارستد الوليه وبلشوا فيها سي بي ار، وخلالهم بيعملوا فيها بالسي بي ار واضح كان على الاي سي جي الاستيليزيشن بدها تنط من الجهاز، وهذا كلياته اهمال. ليش؟ لانه بقول لك ابيجاستريك بين مستحيل تكون كارديك. لا الفيميل بالذات يا جماعه انتبهوا لهن، ما بيجوك تيبيكال chest pain، إما back pain، epigastric pain، وخاصة أكثر إذا كانت diabetic. مرضى diabetic بيكونوا silent حتى ما بيجي ويكبوا chest pain. عشان هيك أي مريض إحنا بيجينا back pain، chest pain، epigastric pain، الأصل إذا في modifiable factor تاني sorry risk factor تانية اعمل له ECG، مش خاصة ما بأخذ دقيقتين منك. هلا إذا حكينا الأعراض، إذا متذكرين حتى في السلايدات السابقة لما شرحنا على valvular disease وهيك حكينا كيف نفرق بين الشيسبين تبع الانجينا عن الام اي عن البريكارديتس. فالشيسبين بعثا في الانجينا او في الام اي ذا سيم، بيجي كراشينج هيفي سكويزينج، يعني بيحس بشيء ثقيل او شيء ضاغط على صدره، بيكون فيري فيري هيفي وشارب بين. عاده بيجي على منتصف عظمه القص او في الجزء العلوي،
صعب انك تحكي للمريض يحدد بصباعه وين مكان الالم، مش بسهوله بيعمل له الكلايزر، بس بقول لك الوجع في صدره ودمين لي بحط ايده على الجزء العلوي من الاسترنا. هلا ممكن يصير راديشن للالم على الجهه الشمال وممكن على الجهه اليمين. كثير من الطلاب، كثير من التمريض، كثير من الاطباء اذا اجى المريض يشكي من تشيست بين وراديتر للرايت سايد بقول لك اه معناته هذا مش انجينا. لا، ممكن يجي على الرايت سايد، بس هو مين اللي متعرف عليه على اللفت، لكن ممكن يجي كمان على الرايت. اوكي، فهي ديروا بالكم. بعدين البين مش شرط يصير للراديشن بس على الايد، ممكن يطلع على الفك، يقول لك في وجع في فكي، ممكن على الرقبه، ممكن على الشولدر، ممكن على لوحه الكتف على ظهره من ورا. هاي كلها بنسميها رادياتد بين. من الاعراض كمان بيجونا بجنرايز ويكنس، بيكونوا كتير فتيك، يعني انه تعب عام في جسمهم، ديسبنك، بيكونوا مش قادرين ياخذوا نفس. عشان هيك اول شيء بنحط لهم اياه هو الاوتوثيرابي، بيكونوا فيري بيل. بعدين اذا المريض كل ما كان اذا كان ام اي بيجي بده فريسز، يعني سويتنج كتير. اذا كان انستابل انجينا بيجينا سويتنج عادي. فكل ما زاد التعرق معناته انت بتروح باتجاه الام اي. خف التعرق طبعا فوميتينج، كلهم بيجوا فوميتينج لانه بصير زي ريتيشن على الاستومك، فبسمعته متقلب فبصير بده يراجع. هلا هاو تو دايجنوس الانجينا. اول اشي هلا خلال اول 10 دقائق من وصول المريض تشيست بين على طوارئ، خلال 10 دقائق، وهي نقطه بليز لازم تطبقوها لما تطلعوا المستشفيات، خلال 10 دقائق لازم يكون معمول الاي سي جي. هلا بتاخذ الاي سي جي، بتعمل خذ له الفايتال ساينز، بعدين بلش خذ هيستوري زي ما بدك. بلش بتطلع على المريض بساله شو الموديفايبل ريسك فاكتور، شو الان موديفايبل ريسك فاكتور، شو الفاميلي هيستوري. بعدين باجي بركز على البين. هلا في البين نساله بي كيو ار اس تي، متذكرينهم هذول الاسسمنت للبين اللي اخذتهم بالفيزيكال وبالادلت 1؟ بضل البين بين يا جماعه، وين ما راح وين ما اجى المريض بدك تعمل اسسمنت كامل للبين اللي عنده. هلا بعدين تبعت بلاد انفستيجيشن اللي هم الكارديك انزيم سي كي ام بي، تروبينين اي، تروبينين تيست، جلوبيولين، اللي بدك اياه. هاي حسب الدكتور اوردرز، اللي هي عشان نشوف انه فعلا المريض انفاركتد ولا انستابل انجينا. لانه اذا المريض عنده اس جي بروبلم وعنده التشيست بين، هلا بتعرف انستابل انجينا ولا ام اي. اذا ام اي تروبينين بوزيتيف، اذا التروبينين نيجاتيف معناته انستابل انجينا. اوكي، ممكن نعمل لهم تريدميل تيست، شرحنا عنه. ممكن نعمل لهم ايكو. الكاث، الكاث خلال مفروض اصلا 60 او 90 مينت يكون معموله كاتاليزيشن. اصلا بقول لكم اول تريتمنت في الام اي او الانستابل انجينا، اذا المستشفى فيه كاث يتودى اول ما يصير استابلايزيشن للمريض على الكاث طوالي، يعني ما تبلش حتى بثرومبولايتيك ايجنت. اذا عندك الكاث افتح قسم القسطره وودى المريض على القسطره، هذا الصح. سيري اكتيف بروتين واحد من الانديكيترز اللي احنا عادة بنطلبها لانها بتبين لنا في انفلاميشن. بس زي ما قلت لكم السيري اكتيف بروتين بين لك انه في انفلاميشن في او سمثينج رونج ان ذا بودي، بس ما مش سبيسيفيك للكاردي. الجلوبيولين اول ساعه لثلاث ساعات بيرتفع عنا، بس برضو زي ما قلت لكم الجلوبيولين مش سبيسيفيك برضو للهارت. عشان هيك بنلف بنرجع للتروبين تي وتروبين اي، هذول افضل اشي بصراحه. الهدف من الميديكال دائما، هلا في الميديكال مانجمنت هدفنا الاساسي ان نزيد الاكسجين سبلاي. يا جماعه زيد الاكسجين سبلاي وتخفف من الديماند. كيف؟ اول شيء زي ما حكيت لكم، اول شيء انت بلش في المريض بشغلات اللي ما بدها دكتور اوردر، مش ضروري نبلش بالفارماكولوجي. قعد المريض في سيمي سيتنج بوزيشن، حط له اوتو ثيرابي نيزل كان ولا اوتو ماسك، ريح المريض، خذ له فايتال ساينز. هاي لحالها بتخفف، بس اذا عملتها بتخفف من اللود على الهارت. هلا بس يجي من الطبيب وبلش بالاوردرز، رح يبلش لك بالدراجز. اول دراج رح نعطيه في حالات الانستابل انجينا اللي هو النيتروغليسرين. طبعا النيتروغليسرين اذا المريض انستابل انجينا مع النيتريت على طول بروح البين، اذا المريض ام اي ما رح يروح البين. وهاي اللي بتفرقنا الانستابل انجينا عن الام اي، اذا الوجع راح بالنيتروغليسرين معناته انستابل انجينا، اذا ما راح معناته اعطي المريض مورفين لانه هذا مريضك معناته ام اي. هلا النيتروغليسرين شو مشكلتنا معه؟ على قد ما هو كويس برضه له سايد افكت. مشكلتنا مع النيتروغليسرين بيعمل فيزو دايليشن للفينز والارتريس السمول واللارج وان. فانا اصلا بدي اياه يشتغل على الكورونا ارتري، ما بدي اياه يشتغل على الفين، بس هو مش سيلكتيف، يعني مش على كيفي بدي اياه يشتغل سواء هاي دوز ولا لو دوز. هذا حكي فاضي اللي كاتبين لكم اياه في الكتب، انا بقول لكم اياه عن تجربه. في ناس على فيري فيري سمول دوز ينزل البلد بريشر،
وصير عندهم هايبوتنشن من النيتروغليسرين، فنضطر نوقفه. هلا انا بدي اعطي المريض نيتروغليسرين، بس بنفس الوقت ما بدي ضغطه ينزل. فلما بتعطي نيتروغليسرين دائما خلي عينك على ضغطه، اذا الضغط السيستوليك نزل عن 90 وقف النيتروغليسرين، ما تستمر فيه. يعني ما بدي ادخل المريض في شوك كاردوجينيك شوك عشان اعطي انا نيتروغليسرين، يعني ما تعطي شيء على حساب شيء ثاني. هلا النيتروغليسرين في عده طرق لاعطاء، وممكن نعطيه حبه تحت اللسان سبلينجوال، ممكن تابلت، ممكن سبراي، حتى في منه بيجي باتشز زي رقع تنحط على الجل كان اي في اذا كان مريض في المستشفى. هلا النوع الثاني من الادويه اللي بنعطيهم اياها البيتا بلوكرز. بيتا بلوكرز من اروع الادويه بصراحه اللي بتنعطى في الاكيوت كورونري سيندروم، كثير بتريح الهارت. البيتا بلوكرز مثل الاندرال، لوبريسارتونورمين، بتخفف من الكونسبشن، يعني بتخفف من استهلاك الاكسجين، فبيخف اللود على الهارت، بتنزل الهارت ريت، بتنزل البلد بريشر، بتحسن من الكونتراكتيليتي، او سوري بتقلل الكونتراكتيليتي تبعت الهارت، يعني اساس تخفف اللود على الهارت. لكن وين مشكلتنا في البيتا بلوكر؟ بدك تنتبهوا لها انه البيتا بلوكرز في عندنا نوعين من البيتا ريسبتورز في الجسم، بيتا 1 وبيتا 2. هلا البيتا 1 اللي هي موجوده عند الهارت هي هاي انا اللي بدي اشتغل عليها في الادويه. البيتا 2 موجوده في اللنك على البرونكيولز، فعشان هيك انت لما تستخدم بيتا بلوكر حاول تستخدم السيلكتيف بيتا بلوكر، يعني اللي بتشتغل بس على بيتا 1، خاصه اذا مريضك كان برونكيال ازمه ولا سي او بي دي، هذول كونترا انديكيتد انك تعطيهم بيتا 1 او بيتا ريسبتورز انتاجونست، لانك انت ممكن هيك تاثر على البيتا 2 اللي موجوده في البرونكيولز وتعمل له برونكو سبازم وضيق نفسه وممكن يروح فيها. فعشان هيك you had to know which type of beta blockers you give to the patient. هاي السايد افكت اللي بقولكم عنها، بريديكارديا، هايبوتنشن، ممكن تعمل، ممكن تعمل حتى اي في بلوك، ممكن تعمل هارت فيلير، وممكن تعمل برونكو كونستريكشن زي ما قلت لكم اذا كانت نوت سيلكتيف. بس مين اللي احنا كنا نراعي البيتا بلوكرز نستخدمها في حالات الانجينا او الام اي اللي بتكون سيلكتيفلي على بيتا 1، ما تكون لها شغل على بيتا 2 حتى ما يصير عند المريض اي بلمونري كومبليكيشن. والبيتا بلوكرز يا جماعه ما بصير تتوقف مره واحده، كيف الكورتيزون، تذكر لما حكينا مرة عن الكورتيزون في الأدلت 1 إنه لازم أعمله ويننج بعدين أوقفه حتى ما يصير عنا withdrawal signs and symptoms، نفس الشيء البيتا بلوكر ما بصير نوقفها مرة واحدة، بالعكس لأنه إذا وقفتها مرة واحدة المريض مرة واحدة. الكالسيوم كانال بلوكرز ممكن برضو نستعملها، مين للكالسيوم كانال بلوكرز يا جماعة بنستعملها أكثر في حالات البرينزيميتال أنجينا اللي قلت لكم عنها بصير فيها سبازم. الحلو في الكالسيوم كانال بلوكر برضو بتنزل الهارت ريت، بتنزل البلد بريشر، بتزيد البرفيوجن على الكورونري ارتري، بتعمل ديكريز في الاوتوماسيتي على الاس اي نود والاي في نود، بتخفف من الكونتراكتيليتي تبعت الهارت عشان تخفف اللود، بتزيد الاكسجين سبلاي، فهي كتير مريحه للمرضى. مثل مثال عليها اكثر شيء بنستخدمه هو الدلزم والنورباسك والايزوبتين، هذول يعني انا اذا ملاحظين السلايدات هون في هاي المحاضره خففت لكم بعض اسماء الميديكيشن، خليت بس اسماء الميديكيشن المتعارف عليها اكثر اللي راح تشوفها اكثر بالمستشفى. هلا ملاحظه مهمه لازم ننتبه لها، احنا الكالسيوم كانال بلوكرز بنستعمله بحذر اذا المريض عنده هارت فيلير، يعني مش حتى بحذر كونترا انديكيتد، اذا مريضنا هارت فيلير الكالسيوم كانال بلوكر يا جماعه لا تستعملها، ممكن تعمل لك ارست على طول للمريض. فهي نقطه كثير مهمه ضلكم متذكرينها، اذا المريض هارت فيلير واجاك بانجينا البين او ام اي ما تعطيه كالسيوم كانال بلوكرز، واضح؟ في هيك حاله بنعطيهم الاملوديبين اللي هو النورفاسك، كثير ممتاز لهم، لانه راح يعمل عندهم هايبوتنشن والمرضى الهارت فيلير اصلا بيكونوا ماشيين على لازكس واصلا ضغطهم بيكون نازل، فبدناش نعمل هايبوتنشن بزياده ويدخل المريض في ارست. طبعا الانتي بليتلت وانتي كواجولانت هاي اكيد لازم نعطيها للبيشنت عشان نمنع تكون اي ثرومبس، لاحظوا برجع باكد عليها ودائما الطلاب بيخربطوا فيها، الانتي بليتلت والانتي كواجولانت تمنع تكون ثرومبس ولكنها لا تحل الثرومبس، هي بتمنع انه يصير عندي ثرومبس او كلوت عند هذول المرضى. وبالعاده الاسبرين اول ما بيجينا المريض على الطوارئ بنعطيه كراشت، يعني يمضغ مضغ مش يبلع بلع عادي، وفي عندنا رينج من الاسبرين، في شيء البيبي اسبرين بيجي بدوز 81 ملي جرام، وفي عندنا بيجي على شكل 365 325 سوري ملي جرام،
اللي هو بسموه البفرين اذا سمعتوا فيه، او الاسكريبتين مرات بسموه. اللي في عنا البلافكس، وفي التكلت زمان كنا نستعمله بصراحة، قبل 10 سنين كان يستخدم بكثرة، هلا مش كتير. يعني التكلت اكثر بيستخدموه في حالات البريفرال باسكولار ديزيزز، مش في الكورونا ارتري ديزيز. بلافكس حدث ولا حرج، بلافكس هلا يعني زي ما بيقولوا سوقه ماشي. اي مريض سنسيتيف للاسبرين على طول بمشوا على بلافكس، لانه ما بصير المريض اكيوت كورونا سندروم ما يكون ماشي على انتي واجولنت، لازم يضل ماشي عليه على طول. لا اذا المريض بالمستشفى بنمشيه على كمان على هيبارين، او لو مليكولر ويت هيبارين اللي هم الكليكسان مثلا. برضه هذا بيمنع تكون خثره. لو بدك تراقب اذا مشيته على هيبارين انفيوجن، انك تخلي البي تي تي، تذكروا هذا الحكي حكيناه في المحاضرات الاوليه للهارت، 1.5 للثيرابيوتيك ليفل لإله. طبعا اي مريض ياخذ انتي كواجولانت، وراح قدام شوي راح نحكي عن الثرومبولايتيك ايجنتس، مهم جدا انك تراقب البليدنج. بمعنى هذول المرضى بخفف قدر الامكان من الانجكشن لإلهم، بخفف من الاي ام انجكشن، اذا سحبت عين دم بضغط محل سحبه الدم فتره طويله لحد ما يقطع الدم عنا. الكف بريشر هاي اللي دائما للاسف التمريض بكون حاطط على ايد المريض وشابك على المونيتور، وكل 5 دقائق تنفخ وتنفس تنفخ وتنفس. تعال شيل الكف هاي وطلع على ايد المريض، بتلاقيها مزورقه كلياتها بروسيس، كلها كدمات من كثر، لانه الكف هاي لما بتضغط على الجلد وترجع تنفس، رد تضغط ترجع تنفس، قاعد بتعمل ديستركشن للريد بلاد سيلز اللي في تحت السكين، فبتعملهم ايكيموسيس، يعني بتعمل كدمات تحت الجلد. فاكبر غلط يا جماعه انك تضلك حاطط الكف على ايد المريض وكل شوي تاخذ له كل 5 ولا كل 10 دقائق، يعني از نيدد تاخذ له قراءه، ما تخلي الكف تضلها تاخذ قراءات وانت اصلا مش عم بتطلع عليها. طبعا الاكسجين هم حاطينه في السلايد هون، لكن هو الاكسجين طبعا اول شيء اذا بتتذكر شو اول شيء حكيت لكم، بتقعد المريض في سيمسيتنج وبتحط له اكسجين، فالاكسجين هو اول فيرست نيرسينج اكشن الاكوت كورونا سيندروم. طبعا هاي في النيرسينج بروسيس البي كيو ار اس تي ما راح احكي انه مرت عليكم كثير. نيرسينج دياجنوستس، اهم نيرسينج دياجنوستس بنعمل لهدول المرضى اللي هو انفكتيف كارديك بريفيوجن يا جماعه. ليش؟ لانه مريضنا عنده اثيروسكلروسيس، فما عم بيوصل البلاد سبلاي كفايه، از مانيفستد باي طبعا الشيسبين اللي بيكون عند المريض. حتى لو ما كان عنده شيسبين، طلع على الهارت ريت، طلع على البلاد بريشر، اذا فيهم ابنورماليتي معناته هذا دليل على ديكريز في الكارديك بريفيوجن. حتى اليورين اوتبوت، كثير من الطلاب بيهملوا هذا الموضوع، دائما بحطيها قاعده للطلاب، جود يورين اوتبوت معناها جود يورين، معناتها جود كارديك اوتبوت. اذا شفت اليورين اوتبوت عنده قل، اعرف انه الكارديك اوتبوت عنده قليل. فبرضه من الاعراض هي اليورين اوتبوت اذا كان قليل، معناته المايكاردال بريفيوجن عندهم. انترفينشن طبعا اوريدي احنا حكيناهم اللي هم البوزيشن. طبعا يحاول قدر المستطاع نخلي المريض بدريست، ما نخليه يبذل اي مجهود، باستمرار بنضل نعمله فولو اب اي سي جي ومنراقب الابنورماليتيز على الاس تي جي، وخصوصا الاس تي سيجمنت اذا عم بيصير اس تي اليفيشن او اس تي ديبريشن عندهم، نراقب الريسبيريشن، فايتال ساينز كثير مهمه، النيتروجليسرين حتى نخفف من الاكسجين. طبعا بنحاول انه نخلي ساتوريشن دائما فوق 90، نخفف من الانكزايتي، تعمل له البريفنشن اوف بين، انك زي ما حكيت لكم تخليه بدريست وتعلمه السيلف كير وكيف اللي ياخذ الادويه تبعته. نقطه كثير مهمه دائما تحكوا لها المرضى هذول اللي راح يطلعوا، راح نعطيهم ايزورديش سبلينجوال، حبه نقول لهم هذا الدواء اذا اجاك الوجع بتحط حبه تحت لسانك، بتستنى 3 دقائق لخمس دقائق، اذا ما راح الوجع بتاخذ حبه ثانيه، بتستنى 3 دقائق لخمس دقائق، ما راح الوجع بتاخذ الحبه الثالثه، ما راح الوجع بوجهك على الطوارئ او اقرب دكتور اللي عندك على طول، لانه اذا ما راح الوجع بعد 3 حبات سبلينج والنيتروجليسرين معناته المريض ام اي وليس انستابل انجينا. الشغله الثانيه لازم نشرح لهم اياها، باكيت او علبه النيتروجليسرين او الايزوردين، هلا ما تطلع انت بس على تاريخ الانتهاء تبعها، تاريخ الانتهاء تبعها هذا لو هي مسكره، يعني حتلاحظوا انه في زي غطاء تحت الغطاء موجود، مجرد ما يتم فتح هذه العلبه عدلها على طول، اكتب التاريخ وعدلها 6 اشهر فقط، بعد 6 اشهر بتقل الافكتيفيتي تبعتها. وكثير من للاسف من المرضى كنا نلاقي معاهم ادويه لها سنه وسنتين وثلاثه، بقول لك ما هي لسه تاريخ صلاحيته هي شغاله، يا عمي شغاله بتكون هو مسكر، بس ما دام فتحته خلال 6 اشهر بتبعته. وش طبعا شيء اكيد نشوف انه بعد الانترفنشن اللي نعمله، يعني نرجع نقيم الالم هل راح ولا